وفوقه وشوفوا ايه الوصايا بتاعت نوال السعدوي اللي بيتم تنفيذها الان. نهايتها كانت بشعة، رفض امام المسجد الصلاة عليها لان هي وصت قبل ما تموت ان هي تدفن بدون صلاة وبدون ما يتغسل جسمها، قالت ان جسمها طاهر وان روحها تصعد للسماء مباشرة. هقول لكم على وصاياها وليه الناس لحد دلوقتي بتطبق الكلام اللي كانت بتقوله. ربنا يسترها على اللي جاي، بقينا عايشين في زمن الفتن. الفئة اللي بتحاول تنفذ وصايا نوال السعدوي بقت مسيطرة جدا، بيقولوا ده فكر مستنير، عايزين يسيطروا على عقول الشباب. بيقولوا ان كتبها تدرس في المدارس وتكون مادة أساسية في المدارس، ونلغي مادة الدين، تدرس مكانها كتبها في المدارس. وبيقولوا ان عقلها لازم يتعمل عليه تجارب، ازاي كانت بتفكر بالطريقة المتقدمة دي. كانت مقدمة طلب ان كتبها تدرس رسميا في المدارس مكان كتب الدينية، وقالت ان يوم القيامة ربنا بينادينا باسم امنا، فلازم يغير اسمنا في البطاقة ونكتبه باسم امنا، مش لازم يكون مكتوب اسم الاب في البطاقة. ان كانت بتدعو ان الشواذ يمارسوا حياتهم براحتهم ومحدش يعرضهم، دي حرية شخصية، ولازم تقنين بيوت الدعارة، ولازم يكون ليهم كيان وياخدوا راحتهم في بلدهم. وكمان خصصت جزء من اموالها لتقنين بيوت الدعارة وجزء الاخر لدعم الشواذ، وقالت دي حرية شخصية لازم نديهم حريتهم في بلدهم. كمان طلبت بتغيير ايات في القرآن الكريم، وعلى الاخص اية مثنى وثلاث ورباع، وقالت ان ده يعتبر زنا، ورفضت ان هي تدفن في مقابر المسلمين، وقالت ما تحطنيش في اي مقابر لا مسلمين ولا مسيحيين ويهود، وقالت ان هي مش معترفة باي ديانة اطلاقا، وقالت تدفنوني في الصحراء علشان جسمي يتحلل وروحي تصعد للسماء مباشرة. طلبت بالغاء الحجاب لان هي كانت بتمشي في الشارع ومحدش كان بيعكسها، والمحجبات هم اللي بيتعكسوا، فقالت ان الحجاب هو سبب التحرش. طلبت بهدم الكعبة ورفضت التواف حول الأحجار لأن هي تعتبر عبادة أوثان، وقالت لازم الوصايا بتاعتي تتنفذ. للأسف الأيام دي حاجات كتير جدا من الوصايا بتاعتها بدأت تتنفذ. هي طول عمرها بتحارب الإسلام وبتحارب الأديان جميعا، أنكرت وجود الله وعاشت ملحدة، كان كلامها عن الإسلام إن ده خرافة، وقالوا بيقولوا إن القبر بتاعها كان رافض جسدها. أنا مش عارفة ده حصل إزاي، لكن حارس المقابر قال ان القبر كان رافض جسدها، وقالوا ان الامام المسجد رفض الصلاة عليها. هو قال ازاي هصلي على واحدة انكرت وجود الله ورفضت ان جسمها يغسل ورفضت ان هي تدفن في مقابر المسلمين. الايام دي منتشر ناس كتير جدا ماشي على نهجها، ارجوكم فوقوا قبل فوات الاوان. شكرا جدا لحضراتكم، استنوا مننا كل جديد.